شعيب راح يشتكي على قضية سجن النواب، والبعض المراقب السياسي يقول لك اليوم أن النواب خاصة أصحاب القضية ما وقفوا مع شعيب فيها. وبعدين حتى في القضية نفسها لما رد رئيس مجلس الأمة قال أن اللجنة رأت أن النواب في أشرطة وأن النواب متعدين على الشرطة، الآن ما تشوف أن هذه تبعاتها راح تكون لها قد يكون عكسات سلبية على النواب، خاصة أن هناك مثلا تأييد قد يكون يستغل تأييد دولي. وصحيح أن الشكوى كانت مسل سمعة الكويت ولا لا؟ نبي رأي واضح صريح يعني. ما شعيب غلطان لما راح يشتكى برا ولا شعيب مو غلطان؟ لا لا، هي مو قضية غلطان ولا مو غلطان، من حق النائب أنه يروح وفق اللوائح يروح يشتكي عادي يعني. من حقه أنه يروح يقدم الشكوى اللي يراها وفق اللوائح والنظم، من حقه. بس يمس سمعة الكويت بالحالة. كعمر طبطبائي الحلقة اللي فاتت مع أحمد الفضل قالنا إحنا أول ما عرضنا اسم الكويت، مو اسم المجلس أو اسم مرزوق أو اسم غيره، فبالتالي سأل سمعة الكويت شلون تقبل فيه. خل بس عطني فرصة. تفضل. عطني فرصة. أنا آسف. تفضل. من حق أي نائب وفقا للوائح الاتحاد البرلماني الدولي إنه يقدم الشكوى اللي يراها. المبدأ. زين شنو الشكوى اللي قدمها شعيب؟ يرحم والديك، كل حق شعيب، إحنا نبي نطلع الشكوى. حتى أنت بعد تبي تطلع الشكوى. طبعاً. بعد حتى انت تقول ابي شكوى يعني. انا قلت حق الاخ شعيب وناديناه في اجتماع كان فيه حوالي 11 12 من النواب وناقشنا في الموضوع وعرض علينا وقلنا له عطنا الشكوى. ناديته شعيب قلتوا له عطنا الشكوى. طبعا والرجل قال الشكوى موجوده هناك وهي تتعلق بسجن النواب. قلنا له انا واحد فني قانوني ومطلع حتى على القانون الاجنبي يعني في سويسرا في بريطانيا في غيره من واقع خبرتي السابقه ماشي، وعندي اللغة الإنجليزية إن شاء الله ملم فيها، عطني الشكوى خلنا نقراها. أنت أكيد كاتبها باللغة الإنجليزية تمام أو كتبتها بالعربي بعدين ترجموها. أوكي. عطنا خلنا نطلع عليها عشان نعرف لنا ولا علينا، أنت تبيننا نأيدك أو ندعمك. أوكي. أوكي. وإحنا داعمين أصلا القضية يعني بدون شيء، أثرناها في المجلس أكثر من مرة في اللجنة التشريعية. ممتاز. ما أعطانا الشكوى. ما رضي. لذلك أنا شلون أقيم الشكوى؟ شلون اقيم الشكوى؟ لذلك هذه كانت نقطتنا وملاحظتنا مع الاخ شعيب. قال يتعلق في ان سجن النواب ودور رئيس ما شنو مكتوب فيها؟ وانت سجن النواب ممكن تقول كلمتين سجن النواب ممكن تذكر تفاصيل. الحين هل فعلا اللي قال الاخ مرزوق؟ الاخ مرزوق يقول مثلا في مؤتمر الصحفي يقول والله ذكر موضوع القضيه نفسها والنواب اصطدموا مع الشرطه، هاي التفاصيل مذكوره بالشكوى؟ ما ادري انا مذكوره ولا بامانه ما ادري. زين؟ هل هذه فعلا طرحوها اللي هناك الاتحاد البرلماني الدولي لجنة حقوق الإنسان ولا ما طرحت؟ حتى الأخت صفاء سألتها قلت لها أنت رحتي ليش ما أخذت الشكوى؟ قالت أنا طلبت الشكوى ما أعطيت الشكوى من قبل الأخ شعيب. فبالتالي يعني مع حقيته يعني السؤال دافعوا عن شنو ماذا ما أعطوه ذا الشكوى يعني أكيد عرضوا هم هناك قالوا لهم نقاط معينة ردوا علينا حسب ما فهمت. بس حتى هم ما اطلعوا على الشكوى تفصيلا صياغة. أنا واحد من الناس ودي أطلع على الشكوى.